لاحظ في الأيام هذه مثلاً زيارات وتدخلات ودعم من الدول العالم كله مثل أمريكا وفرنسا للبنان على أساس يدعمون شعوبهم هذا، ما سمعت أي دولة عربية دخلت في هذا الموضوع، ما دخلت لمصلحة الشعب اللبناني ولا ننسى شيء اسمه العاطفة، ما تدخلوا ما عملوا أي شيء، وهذا وكل ما يجيبونه رئيس وزراء هو تابع لحزب الله وأمل، إلا هو تابعين لحسن نصر الله وإيران، إيران تحكم لبنان 100% والشعب يموت جوع، والشعب هذه في ذمتنا نحن العرب جميعا، جميع العرب مسؤولين عن هذا الوضع، يجب علينا التدخل وإقناع المسؤولين اللبنانيين في التنازل والنزول عن كراسيهم ويسلمون الشعب قيادة هذه البلد الجميلة. عن موضوع العراق، إيران ترشح وفلان ترشح، اللي هم العراقيين اللي يسمونهم اللي هم هؤلاء عبيد عند الإيرانيين يترشحون يكونوا رؤساء وزراء، نحن لازم نتدخل، والعراق موجود على حدودنا، العراق موجودة، ميليشيات العراقية اللي تابعة لإيران موجودة على حدودنا، فهي خطر علينا، وأنا أكد لكم هذه رقم 100 يمكن أقول لكم إياها، أن إذا ما تخلصون من الحشد الشعبي وتدخلون في العراق بقوة فبيجينا الإنذار والعذاب قريبا جدا إلنا نحن هناك، بيجينا التهديدات من اليوم والمستقبل. نفس الشيء لبنان، لبنان حزب الله، حزب الله أخطر من أي دولة، أقوى من أي دولة، يجب إنهاء هؤلاء هؤلاء المؤسسات الإرهابية، إنهاءهم وتسليم العراق إلى الرجال الأوليين، الرجال الأوليين اللي كانوا الوطنيين العروبيين. نفس الشيء اللبنانيين، ما يهمنا أن اللي يحكمون كان مسيحي أو كان شيعي أو كان مسلم أو هذا ليهم، هذا نريد الرجال اللي يتحكمها، أطلب منكم التدخل فيهم بأي طريقة ترون أنتم، أنا متأكد أن لربما عندكم دراسات، بس بعد فوات الأوان بعد إنهاء الدولتين هذيلا.